في كل يوم من هذه الأيام، أيام الجائحة التي طالت، نسمع عن تأثير جديد للفيروس على المرضى. كيف يؤثر على الرئة؟ كيف يغير المناعة؟ كيف يبقى تأثيره لسنوات؟ لكن ما هو التأثير على الدماغ؟ الجامعة الملكية في بريطانيا نشرت تقريراً مفاده أن المتعافين من الفيروس قد يعانون من تأثير كبير على وظائف الدماغ، في أسوأ الحالات تدهور عقلي يماثل شيخوخة الدماغ بعشر سنوات، يؤثر على مهارات إدراكية في العقل لأشهر بعد الإصابة. التأثير هذا يلحق الأنشطة العقلية المرتبطة بشكل وثيق بالتعلم وحل المشاكل وتذكر الكلمات والتركيز، ومهارات إدراكية أخرى كالتفكير الإبداعي والنقدي واتخاذ القرارات، وهي عادة المهارات التي تتدهور أثناء مرض ألزهايمر مثلا. لكن قبل أن نقلق كثيرا، علماء آخرون نصحوا مباشرة بالنظر في الدراسة هذه بحذر، فهي لم تنشر في دورية أكاديمية، ما يعني أنها لم تتعرض للمراجعة من قبل باحثين آخرين، كما أنها لم تأخذ بالاعتبار المهارات الإدراكية للمتعافين قبل مرضهم، كيف كان وضعهم، فضلا عن أن الدراسة لم تستند إلى مراقبة النتائج بعيدة المدى بعد التعافي. دمتم بألف خير.